يلا سير صافي. على بركة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، ومعنا واحد السيد اللي غيبارطاجي معنا واحد القصة ديالو ربما وقعات لبزاف ديال الناس. كنتو تبعتوا معنا قصة ديال واحد السيد مهندس اللي كان طرا ليه مشكل مع الزوجة ديالو، كان كتب لها فيلا وجرات عليه من الفيلا، وحضرتوا معنا التدخل اللي كنا درناه معاهم بطبيعة الحال بعد ما درنا معاه لقاء وهي خرجات ولادو والروينة. اليوم معنا تقريبا نفس القضية، غير هذا كتب فيلا وهذا كتب ابارتمان ديال الاستفادة ياك؟ ديال الاستفادة. ديال الاستفادة. ولكن كيفاش كتبتي لها دابا انت وياها كنتوا ساكنين في استفدتي انت وياها؟ لا استفادة خارجة في الاسم ديالي. لا. شحال سكنات معك في البراك؟ في البراك 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. إذا أنت هي عندها الحق في ديك الفترة. عندها حق، أنا هذاك الشيء علاش كتبت لها النص ديالها. ماشي. أنت صدقتي ولد الناس. دابا أنا الاستفادة هي بسميتي. صدقتي ولد الناس أنتايا. كان النص ديالها. درتي لها الهيبة. هيبة. باش تبقى على خاطرها، الوقت اللي كتبت لها دارت هي بلانات. حيت هذا الشيء اللي درتي أنت قليل فين كيديروه؟ كاين اللي كيستافد غير هو ما تيكتبش للمرأة. كتبت لها هي. تيطلقها وتيجري عليها. كتبت لها. نعم. السيدة ولات كتهددني بزاف د الحوايج، غادي نقول لهم كيتكرفس على بنته وولده الصغار، غادي ولات كتهددني. شحال من عام وأنتم مجوجين؟ في 1996 1996. بخير وعلى خير ما كاينش. ولكن ديك خمس سنين الأخرى خدمات في المدينة الخضراء، السيدة تبدلات ولات كتكر الطوموبيلات ولات واحدة أخرى. شنو خدمات؟ خدمات ميناج، وهي كانت خياطة معايا، أنا خياط، كانت خياطة بخير. لقيتي بها في المعمل؟ في المعمل. أيه. الوقت اللي مشات الميناج السيدة تقلبات ولات بزاف الحوايج مني شافتني. شحال عندك مع هاد الوليدات؟ عندي مع ثلاثة، الكبير فيهم عنده 25 عام. تبارك الله راجل. ولا كيهددني كيضربني. لا واش كيهدك ولا كيضربك؟ كيضربني. راه فت درت واحد شكاية ديال عمدة الأصول. درت الأصول درتها مع هذه أول مرة نهار 6/5/2020. ولكن واش عندك ما يثبت على أنه ضربك؟ شهود راه الدرب كامل الحي كامل. شهدوا معك في المخزن. الحي كامل كي. شنو سميتك الشريف؟ شعيب. سي بشعيب، واش هاد الشهود مشاو شهدوا معك في المخزن؟ كاينين وحدين شهدوا معايا. شهدوا لي في المخزن. شهدوا لك عند الدرك الملكي بأن سلخك. شهدوا لي وكاين كلشي الحي كامل عارف شنو وقع لي معاه. ما بين عارف واش مشاو عند الدرك الملكي وداروا شهادة تفيد أن ولدك سلخك. كاين شي وحدين متأكد لحقاش في الأخير ولات كدور عليهم هي وياها مؤخرا هي وولدي كيقول لهم تفرقوا هنا ما تشهدوش هنا ما ديروش هنا هي براسها وما شهدوش. كاين اللي شهد وكاين اللي ما خاف قال لي ودي ما قعدتش على المشاكل. واش ولدك ضربك؟ ضربني نهار 26 آخر مرة نهار 26 شهر 7 درت شكاية عند السيد الوكيل ولا قضية باقا على الدرك الملكي بحال الحال باقا لحد الآن ودرت شكاية أخرى 5 شهر 9 حتى هي بخوها وهي ولدي ولكن هاد الشكاية اللي درت دايرينها قبل مكرسين عليا نهار 6/5/2020. واش بغيتي تصيفط ولدك للحبس؟ يمشي ما عنديش بيه مشكل يخرج ليا من داري ويعطيني الثقة راه يبعد مني. وراه ولدك فين غتصيفط؟ شغلو هذاك لأن هو جرى عليا من داري أنا دابا 4 سنين والبرد هذاك الناس الزنقة. ما درتي لهم حتى حاجة نهضوا بداو كيديروا حاجة هي المرأة دارت لي فلان باش قالت لي غادي هذاك النص كتبت لي النص الآخر غادي نحسبوا لك السير وغادي ندي لك النص الآخر. وانا ما غاديش نتازل ليها. لا ولكن الوقت اللي خدمات واش كنتي وليتي كتشك فيها؟ وماشي هشك شت انا بعيني ما كاينش شك. ربما هادشي اللي خلق بيناتكم مشاكل. السيده كتتهمها باتهامات. شفتو بعيني لا شفتو بعيني انا. شفتي؟ شفت بزاف الحوايج عليها. وعلاش ما تبتيش على الخيانه الزوجيه؟ دابا انا تسرعت الحقيقه انا اللي ظلمت راسي. زرت دويت ماكم هدرت غنشد درت سيمانه. انا هادشي ما كنقولوش كنتخلد به قدام الله. ربما داكشي علاش وليداتها قالوا راه كتظلم ماما راه ماما ما دير والو. داكشي علاش كرهوك واقيلا. تليفون عامين وهي خازناه وهي عندها جوج تليفونات وخونتهم ليها وجبدتهم وبغات دار معايا شديتها بحال ماك وعيطت للدري الكبير قلت لها شوف ماماك التليفون شاف الميساجات ومحاهم. هادشي كان ما كانش عليك توري ليها قدام ولادها. نوريها انا ما عنديش مشكل. ورا وليداتها هادو. وليداتها راه انا وليداتي ولكن انا مرتي راه الكرامه ديالي احسن منها هي. هي مني ما طيحتش بالكرامه ديالي وانا نطيح بهم كاملين. لا زعما كان دير الاجراءات ديالك وتخلي ولدك في الثقه. لا عارف موش كتسوى. شايف راه شايف كل ما عارفش هي دابا الدراري كيكرهوني انا وما داير معاهم والو. كيشوفوني كيهربوا الدراري الصغار كيشوفوني كيهربوا. شحال عندهم الاخرين؟
الدري عنده 14 عام والدري 16 عام. تبارك الله. تيشوفوني تيهربوا وما داير معاهم والو، ما عرفتش قايله لهم عليا ما نعرف. دابا الحياه ولات بيناتكم مستحيله. مستحيله. وانا ساكن في الزرقاء وراه كنعس قدام الدار دابا، قدام الدار ولا الحي كامل شاهد بها، كندير كارتونه قدام الدار. قدام الباب برا برا. اللي حدي الان دابا الدار نصف سميتكم نصف سميتها. نصف سميتي ونصف. وعلاش ما تحاولش انك تبيع؟ غادي نبيع خاصني ناخذ بعدا نسكناش غادي نبيع، راه ساكنه هي مبدله السوار. دابا انت قلتي ليها ترد عليك. ما بغاتش هي. اذا بيع وخذ نصك وعطيها نصها. ما بغاتش. ما بغاتش. بغيتي تبيع انت لا تبيع؟ ما بغاتش هي. لا انت لا بغيتي تبيع نصك راه عندك الحق تنصك. ما خاصها تقسم، خاصها اجراء. دابا غير اسمعني، لا بغيتي تبيع انت لا احد الاطراف لا بغى يبيع غيبيع. نبيع ولكن راه شكون اللي خلاك تدخل؟ راه ما كندخلش. حارساني على الدخول، راه كدبرني هي وولدها كيتك وكلهم ماشي ولدها ولادها كامل. درت شكايات درت شي كل شيء. شكايه نهار 26 شهر 7 بالدري، الدري ضاربني بعدا موس ظهري ولا ما عرفت شنو هو كاع مشرط ليا ظهري. درت شكايه نهار 5 في شهر 9 وشي حاجه ما كاينه. بعدا هذيك ديال 5 في شهر 9 شدني خوها، هي جابت خوها عنده سوابق مع 26 عام ديال الحبس، جابته هو وهي وولدي. دابا طلقاتك هي؟ قالت مطلق. انا مع ما عمرك مشيتي للمحكمة؟ انا موصل بوالو، هي كتقول راني مطلقة، انا ما شفت والو، هي كتقول راني طلقت، ولكن طلقتي ديري معايا حل على الدار. وباغا السير، واش انا جارية هي من داري كان ديري تنعطي هاد النفقة، وانا ما خدامش 4 سنين هاد، كان ديري تنعطي هاد النفقة، وانا اصلا خصمي ننفق عليا كالناس في الزنقة. هي غتكون دارتك طلاق الشقاق. دير ليه جيب هذاك الشيء شغله. دابا انتم اساس المشكل باش بدا. اساس المشكل. قولي الصراحة. منا هي. هي رجليها خرجوا للشواري. مني شافتني عقت بها راه شربات الدواء، بغات تصيفطني للحرس. داك تصيف حاجة راه شرباته وعاد اعتقتها. هي اللي خرجات لهذا الشيء وانا ما نسكتش على هذا الشيء. وما وصلتي عندها ميساجات. ماشي ميساجات، شفت بزاف الحوايج. حنا الزواج عندنا عروبي، هي ولات باغا تلبس الرومي، ولات باغا تحسن الحجبان، ولات باغا تصبغ الضفران، داكشي حنا بلديين. مزيان تقاد لك، شنو فيها المرأة كتبغي تقاد لك؟ الزوق ماشي ليا أنا، راه عامين ما شفتها ولا مرة 3 سنين. ما يمكنش لي أنا هاد المرأة نبقى فيها الدار عامين وثلاث سنين. شحال عندها من عام؟ هي زايدة في 80 44 عام. وأنت فاش زايد؟ أنا زايد في 65 1965. بيناتكم 15 سنة. هذا هو المشكل اللي واقع بين زوجي باش شحال كان عندها من عام؟ شي 16 عام تقريبا. 16 عام. وانت عندك 31 سنة. يعني هي كانت باقا طفلة. ولكن كنت مهلي فيها، هي أصلا النهار الأول ما بغيتش لقاتني راجل أنايا، خلاها في دارهم وجات عندي للدار هي ودارهم تيقلبوا عليها، وجيت عند أمها قلت لها ها بنتك ديري حل مع بنتك، هاي ما تخليها عندي راني مرحبا بها. بغيتها سير ديها بنتك. كانت ديك الساعه هي خدامه في المعمل. خدامه معايا انا. اييه. وما مني شارتها وانت كنتي عندك معها علاقه. عندي معها علاقه. غررتي بها 16 عام كتسمى غررتي بها. امها مني شارت بنتها هكاك قالت لي يا ولدي الله يسهل عليك. فعلا بقيت مهلي فيها من هذيك اللحظه. دابا درت العقد. اييه درت العرس، درت داك الشيء بخير. ولكن مؤخرا 5 سنين الاخرى تبدلت السيده، تلاقات مع شي وحدين هما اللي خرجوا على الطريق، ما هي كانت مزيانه الصراحه. وهذا هو المشكل اللي وقع بيناتنا. مراتك كانت مزيانه صحه سلام، فجاه كتبتي ليها النص ديال الطلاق. كتبت ليها. وعلاش كتبتي ليها؟ خربقتني، ولات ديما تقول لي انا ما تعذبت معاك، انا تكرفست معاك، انا هادي. وفعلا تعذبت معاك وتكرفست. ايوا قلت انا درت لها خطره، راني كتبت لها النص. ولكن ما تضربنيش لظهري. شنو بغيتي دابا؟ شنو خصك؟ انا باغي ندخل لداري. بغات الدار ترد عليا ولا نرد عليها صافي. ولا قسموها. ولا تقسم اللي عجبها هي. المهم قداش الدار شحال فيها؟ 80 متر ولا بارت ما راكي عارفه ديال 40 متر وهي 40 متر صافي. بيعوها كاع وقسموا فلوسها. انا ما عنديش مشكل. انا هادشي في الراشد في مديونه. في الراشد. انا المشكل هي ندخل لداري، ما عنديش مشكل. بغات تطلق الله يسهل عليها، ما عنديش بها المشكل. ما عمرك جبتي شي قرار مع سيد الوكيل انك تدخل دار؟ لا درت شكايه بالدري ولدي مني تكرفس عليا نهار. لا واش داير شكايه بانهم حابسينك على الدخول؟ داير فيها الدخول، داير كل شيء، راه كل شيء باقي عند دارك الملكي من هذا التاريخ، وحده من 26/7 وواحده 5/9، كل شيء باقي عند دارك الملكي. راك سنتوا لي انا الاقوال ديالي وراه باقي ما جاوبونيش. دابا انت فين تتعيش؟ انا كنعيش في الزنقه.
يا عم راه حصلتك ماشي وحده. لا لا ما عنديش انا هذاك الشيء. عمرها ما حصلت عليك خيانه؟ لا لا. لا في التليفون لا في الواقع؟ لا لا. انت مزيان الله يعمرها دار. زعما انت مزيان هما اللي خايبين. ماشي. لا فوت منهم. دابا انا اي واحد ما عمره غيكون مزيان كيف بغيت. عمر شي واحد ما يقول لك انا ميا لا فيا لا فوت. هي هي بالنسبه لذاك الشيء ديال الدار انا نتقلد براسي ما داير حتى شي حاجه غلط. بالنسبه للدار. دابا دابا هي شنو شي حوايج اللي كانت ما تتبغيهمش مراتك؟ كنتي كتضربها؟ لا ما عمرني ضربتها. عمرك ضربتي؟ عمرك في الستيلة؟ عمرك خنتي؟ عمرك؟ لا 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 لا. وشنو؟ هي المشكل مني شكيت فيها وعرفتني عرفتها عقتي عقت بها ما تلاش باغا وكنقولها لها كنقولها راه ما غنعتقكش راه غنشدك غنشدك صافي هي السيدة بجرتي هاد النباصات هاد النباصات انا حلفت عليها قلت لها والله تنشدك وما نعتقك. دابا فين تتبات؟ كنبات في الزنقة كنبات قدام الدار. زعما انا راني حداكم وانت واحد ما حنفك كيطلعوا هكا يحلوا الباب يطلعوا انا عند الباب بحال ما كنحنوش فيك وليدات وهادشي اللي كنقول راه الجيران كل ما تحنش فيك البنيته كتكون حنينه. بنتي بغيت نصورها دار فيها وبغيتها نصور تصوير تتبقى عندي في التليفون دايزه من قدامي درقت راسها. سنعوانه مسكين تتوحش وليداتك؟ توحشتهم في الصغار توحشتهم الكبير كرهته. لا لا ما تقولش لا كرهته. لا لا ما تكرهش وليدك كاين شي واحد كيكره ولادو الكبير ما بقيتش انا غنحيدو من الاسم ديالي. لا قول لي الله يهدي الله يهدي الله يهدي اهتدى ولا كاع اللي اهتدى انا بعدا بالنسبه لي انا نسيت وما عنديش ولد ما عنديش ولد شاط شي بنادم مني كيضربك وكي تكرفس ما نسيتش ديك الحلاوه ديال ولدي ما بقاتش عندي انا ومني كنشوف شي واحد هكا كتجيني البك يا حتى انا ولدت ولد وكان عزيز عليا وهاد الاسم اللي سميته انا باقي انا عندي 16 عام ومسميه بدر مني تزاد عندي ولد سميته بدر زاد عندي انا عندي 32 عام ولكن ذاك بدر خرج ليا ما نعرفش شنو هو ولا اله الا الله الله يهدي ما خلق هادشي اللي غادي نقولوا اذا مشاهدينا الكرام الدرك الملكي دابا عندهم القضيه ديالي تعاونوا معايا ياخذوا لي حقي ما يعطونيش حقي قانونيا صافي هادشي اللي كنطلب واكيد حنا غنتبعوا معاك ان شاء الله هاد القصه ديالك لحين تاخذ الحق ديالك الا عندك شي حق راه غادي تاخذوه بالقانون ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نختم معكم هاد البث المباشر على امان نتلاقاو بكم بث اخر باذن الله.